تجلى عن عيون القصايد سبات النوم، بعد شمرت بكفوفها عن سواعدها تخيل المديح اللي يضد الهوى ويزوم، تشيله مطاليع الثريا على يدها من معزي اللي لم راي الشتات القوم، لسلمان نبراس الطليعة وموجدها تبين الرؤى وتحدد المشهد المرسوم، ولا يختلف بنيانها عن قواعدها. لفت بكر رؤية سيدي ما معاها توم، تميز بها واعلن هدفها وموعدها، خطط سيدي سلمان من راسها الصمصوم، ما هو كل من حاول يقلدها بعيد النظر، ما ياخذ من العلوم علوم ولا يعترض ركب الطراقي وينشدها، يكرس جهود في زراعة حصاد اليوم، وإذا زان مطلع الثمر فيه يحصدها، عطى مطلقة للهام وقت ومساحة حوم، مثل ما زرع في بيئته ما يساعدها، زرع في فياض الفكر ما يثري المفهوم، علشان تنمو في بلادي مواردها بفكره وفكر محمدينه، ذر المضيوم مقاضب يدينه في اللزوم، وسواعدها عماد البلاد اللي عليها الكيان يقوم، لي من محمدها ولي سر محمدها، هذه صفحة من مجد فيها ثلاث ختوم، على سلم التطوير تبنى مقاصدها، تقوم الشعوب اللي لها فالنجاح عزوم، ولا يستثير عزومها غير قايدها، بعد حط لا فاق التطور سما ونجوم، بناها على حب المعالي وشيدها.